السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية شعار المناظرة الوطنية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالصخيرات بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وعدد من الوجوه السياسية السامية وعدد من المهنيين والخبراء في مجال العقار. المناظرة الوطنية للعقار افتتحت برسالة ملكية موجهة للمشاركين تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، والتي تطرقت لعدد من المواضيع المهمة الخاصة بالعقار ببلادنا. أعتقد أن الرسالة الملكية كانت واضحة، ركزت على أهمية العقار، ويعني الإنسان عبر التاريخ كان يحتاج إلى العقار من ميلاده إلى وفاته، حتى لما تخصو قبر فين يتدفن، وراء هذاك هو مشكل. فبغيتي السكن خصك العقار، بغيتي الفلاحة خصك العقار، بغيتي التجارة خصك العقار، بغيتي السياحة خصك العقار، أي عمل بغي يعمل الإنسان يحتاج للعقار. الأنظمة ديالنا ديال العقار مختلفة، كاين أنظمة تقليدية، كاين أنظمة عصرية، كاين أنظمة جماعية سلالية، كاين واحد العدد ديال الأنظمة اللي كتحكم فيها قوانين لنشآت وهيئات لنشآت باش تتابع شي كله. كل هذا يعقد وضعية العقار في المغرب. أنا آمل معكم أننا سنتمكن من الوصول إلى حلول كاملة وشاملة، ولكن هذا من الصعب جدا. ولكن المناظرة ديال اليوم هي باش نلقي واحد النظرة متفحصة متأنية في هدوء في توجيهات إطار توجيهات الرسالة الملكية، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نسهلوا العقار باش نستافدوا منه، ماشي يبقى غير واحد الاداه ديال المضاربه اللي كيستغنيو منها بعض الاشخاص بضربه حظ او باشياء اخرى بلا ما يستفد منها المواطن العادي. المهم عندنا اليوم هو انه كيفاش يكون العقار في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد الشيء اللي كيقدر يوصل له المواطن العادي باش يدبر السكن ديالو، باش يقدر يعمل المشروع ديالو الاستثماري سواء كان في مجال الفلاحة أو الصناعة أو السياحة أو التجارة أو غيرها. هناك تعدد للأنظمة، هناك تعدد للمتدخلين، وكل ذلك أفضى في نهاية المطاف إلى أننا دبرنا الأمر على أي حال، وتطور المغرب وعرف نماء على مستويات مختلفة فلاحيا صناعيا سكنيا عقاريا إلى غير ذلك، لكن كان هناك استغلال مفرط في كثير من الحالات لهذا العقار. لذلك اليوم في تلاقينا وفي التقائيتنا اليوم في هذا اللقاء يمكن أن نخلص إلى ثلاث خلاصات أساسية. الأولى هو نظام موحد لتدبير هذا العقار. اثنين، آلية موحدة كذلك لتنظيمه. وثالثا، كيف نمزج بين التنمية المستدامة وتحديات هذه التنمية المستدامة على جميع الأصعدة، وبين الحفاظ على هذا العقار بما يمكن كذلك الأجيال اللاحقة من أن تعيش وهي تجد كيف تطور الفضاء الذي ستعيش فيه آنذاك. انعقاد المناظرة الوطنية للسياسة العقارية للدولة من شأنه فتح نقاش موسع وبناء يشارك فيه كل الفاعلين والمتدخلين في الميدان العقاري بغية تشخيص واقع السياسة العقارية بالمغرب وإبراز الاختلالات التي تعيق دور العقار في تنمية البلاد. أهمية هذه المناظرة المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتجلى في أنها ستمكن من تشخيص واقع قطاع العقار في المغرب وتشخيص واقع السياسة العقارية للدولة. المحطات التشخيصية والتشاورية التي تمت في لحد الساعة أبانت على مجموعة من التشخيصات التي تتجلى على مستوى بنية العقار. هناك ملاحظات فيما يتعلق بالأساس القانوني والإطار القانوني المنظم للعقار يعاني من صعوبات قدم هذا الإطار القانوني، تداخل وعدم ملائمته مع مقتضيات أخرى مما يطرح عدة إشكاليات، ثم هناك تعدد الأنظمة يعني العقارية، ثم تعدد المتدخلين، وهذا كله يقتضي تنسيق ما بين كل الفاعلين في الميدان الاقتصادي في الميدان العقاري. التدبير يمكن يعني القيام بدور تعزيز التنميه الاقتصاديه.
من هنا من قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات افتتحت فعالية المناظرة الوطنية الخاصة بالسياسة العقارية تحت شعار السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وعدد من الوزراء والشخصيات السامية وجمع من المهنيين والخبراء والمتدخلين في مجال العقار بالمغرب وذلك من أجل تدارس واقع سياسة العقار بالمغرب ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. عبد القادر الفطواكي بكاميرا عبد العالي بالبداوي للأيام 24 من مدينة الصخيرات.